ومعايا طبعا علي معلول في هذه اللحظات. علي، مبروك، اداء كبير جدا منك النهارده واداء كبير جدا من النادي الاهلي، وقدرنا ان احنا نتاهل. ومباراه اعتقد كان بالنسبه لك اجواء خاصه جدا. الف مبروك ان شاء الله للجماهير الكل بتاع النادي الاهلي، والف مبروك للعيبه وللناس الكل اللي كانت موجوده اليوم في الماتش. كنا نعرف انه يستنى فينا مقابله صعيبه مع منافس كبيره ويلعب قدام في ملعبه وقدام جمهوره، لكن احنا كنا متاكدين اللي احنا جايين لتونس نجموا نعملوا نتيجه باهيه. الحمد لله جاء التوفيق اليوم، ربحنا منافس باهي، وان شاء الله نكملوا في المقابلات الجايه على نفس النسق ان شاء الله. اتكلمتوا زي مع بعض كلاعيبه بين الشوطين بعد ما تاخرنا بهدف؟ قلنا انه لازمنا نلعبوا، احنا دخلنا الشوط الاولاني متاخرين 1-0، قلنا لازم نلعبوا ونحاولوا، اذا كان لا قدر الله خسرنا نخرجوا ماتش باهي يليق بالنادي الاهلي. الحمد لله جاء التوفيق في الشوط الثاني، وكنا نجموا نربحوا اكثر من 2، لكن الحمد لله المهم انه جاء الترشح. ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. هدف واسيست، يوم اكثر من رائع بالنسبه لي. الحمد لله ان شاء الله جاي خير، وهذا احسن رساله نجم نوصلها للناس، اللي انا ندافع على النادي الاهلي وندافع على المريول اللي انا لابسه، وعمري ما نضر العباد، وعمري ما ننكر الجميل بتاع الناس هذه. الكلام كان كتير على علي معلول، لكن علي معلول بيبقى حاضر في المباريات الكبيره زي النار. هذا شنو حبيت نقول لك، انه فما برشا ناس تكلمت بعد المقابله الاولانيه اللي انا ما عملتش فيها حاجه غلطه، مع كنت عملت مقابله باهيه، والناس الكل قالت انه علي معلول ما يحبش يلعب مع الفرق التونسيه، لكن انا نخدم على روحي، عندي جمعيه ندافع عليها، وإن شاء الله يكون هذا أحسن رسالة ليهم إن شاء الله. شكرا علي، لسه متواصلين معاك.